يلا يا جماعه عشان العرسان يقطعوا التورته. السنين بتجري. شويكار اتجوزت على بنتي يا وسيم. انا اهدي اهدي بس يا شوشو، ما تخليش غضبك يسبع ادبك. ما حدش يقول لي اهدي. وانت يا ست اسراء واقفه تتفرجي عادي كده ولا كاني في حاجه؟ انا اتجوزت على بنتي يا وسيم. انا اهدي بس، انا هقولك على كل حاجه. لا مش قبل ما اعمل الواجب الاول. دق يا مزيكا. حبيبي يا بابا ده حبيبي جميل الصورة. ريدة ولا ريدة سوا ريدة الفرح. الفرح وكمان مرة الفرح وكمان مرة الفرح والناس الحلوة والناس الحلوة اللي ما بيدوسوش على حد اللي ما بيدوسوش على حد اللي ما بيأذوش حد اللي ما بيأذوش حد وبنتي إسراء. لا حول ولا قوة إلا بالله. ورقصني يا جدع. ورقصها يا جدع. استنى يا جدع. اللي جابك يا ماما؟ جيت يا بنتي لأجل البخت عشان ما سيبكيش لوحدك. الأفراح يا ما بتلم دي أصول الكار. أصول الكار إنك تقعدي سلطانة. أنت القصة الكبيرة. استريحي أنت يا ماما وسيبيلي انا الطلعه دي. ايه العبط اللي انت بتعمليه؟ البسي هدومك يا هبله. ايه الهبل ده؟ خدي امك واطلعي فوق. يلا ماما دلوقتي. يلا اتفضلي انت. الف مبروك يا مستر وسيم وبالرفاعي والبنين. يلا يا غريب. يلا بينا يا بسيوني. انا ليه تلت النقطه. طب مش يلا احنا بقى على شقتنا يا سمسم. شقتنا؟ انت مش عامل حسابي خالص. قصدك شقتك بقى. وشقتي وشقتك ايه؟ ما هي واحد يا حبيبي. لا مش واحد طبعا. واحد ازاي يعني؟ انت بتقولي ايه؟ اصل انا ما ينفع يعني، اصل انا راجل قوي ما ينفعش اعيش في شقه واحده زيك. نعم قصدي واحده زيك يعني هي اللي بتدفع ايجارها. الله يا وسيم الله عليك، انت راجل قوي وانا مبسوطه قوي ان انا اتجوزتك، وانا بحب قوي الراجل اللي بيدفع الايجار. وبعدين اكيد اكيد انت عامل لي مفاجاه في الهانيمون صح؟ انت مفاجاه في الهانيمون اصلا. ان شاء الله اعمل لك مفاجاه ده لو كملنا مع بعض يعني. طب دلوقتي هنقعد فين؟ هنقعد هنا في الشقه عندي، انا اللي بدفع ايجار. وهو يعني تبقي كمان يعني نبقى تحت عين اسراء، قصدي يعني اسراء تبقى تحت جزمتك. انت عروسه جديده ومحتاجه اللي يخدمك. اسراء؟ تمام. تصدق ان انا كنت هقول لك كده بس كنت خايفه على مشاعرها. تمام. فين اوضتي؟ 303 حاجزها لنا بالفطار. اتفضل وسيم. اسراء كويس ان انت جيتي، عايز تاخدني الاوضه وكده. عايزاك. طب روح يا حبيبي وهستناك. ما تاخريهوش يا اسراء. اتفضلي. الجيل التاني اكيد.